السلام عليكم متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس. ظاهره جديده صبحات كتهدد بلادنا اللي هي انقراض الاكسجين. واش تظنوا بلي هاد الظاهره كاينه؟ دونك خدينا هذا الموضوع حملناه وهزيناه للمواطنين باش نعرفوا ارائهم ونبسطوا معاهم شي شويه. بقاو معنا حتى نرجعوا لكم. تشري شنو؟ اللي كيسدي كيهربوا الاكسجين لبحر. وكيفاش تهرب الاكسجين؟ ما يمكنش. اوكي غدير كيعب او قنينات زعما كاين شحال قدام يقدروا يعبوا زعما كندير القنينات باش يقدروا يهربوا. ما كنشوفش انها منطقيه كاع، ماشي منطقيه كاع، غير منطقيه حيت اكسجين شنو نقول لك بزاف. دابا منطقيين حاجه كتهز نقدروا نهربوا، ولكن الاكسجين خويا تيبان لي بان هادشي مجرد اشاعه، ما يمكنش الاكسجين نصدروا على برا، ما يمكنش الاكسجين شي حاجه ديال الله. وعاد راه ما عمري سمعتها، ما نقدرش نجاوبك عليها، مازال غنمشي نسقسي على هاد المساله. لان الاكسجين الهواء ديال المغرب نقي، الهواء الهواء باللغه الدارجه، والاكسجين باللغه يمكن لا بوسيبل، ماشي غير امريكا اللي تقدر تلقى طراوه ديال الاكسجين في المغرب، يعني بزاف الدول تقدر تلقى طراوه. وعاد تمشي تكرو تدخل المسائل عاد يمكن، ولكن اخبار ما عرفتش منين جات. واخا ما عنديش شي فكره على المساله هذه، اول مره كنسمع هذه القضيه هذه، اول مره. واش مقاونان ولا غير مقاونان ولا الاكسجين بالنسبه لياش؟ شريو دوك القنانين ديال الاكسجين، شريوهم بزين صافي. نطلبوا الله يعطينا داك الشيء، ماشي ديال الله، شي حاجه اللي خارجه على الاراده ديال البشر، فهمتي؟ حاجه اللي ما كيتدخلش فيها البشر، اكسجين ولا هذا الشيء ديال الله. شتي ديالو غير قانوني، الاكسجين حنا نستافدوا منه، حنا عايشين منه. منهم الله. عاد من نسلفوا الاكسجين؟ زعما كاين اللي كان غادي نسلفوا الاكسجين سلفه شي واحد كيحتاجوه، ولكن بان حنا غادي نسلفوا خاصنا، ولكن غادي نسلفوا من عند شنقول لك سوريا ولا السويد. منطقة يعني هادي بنادم دي بلاد خاطر باطوات دي باطوات سميوكسي، لأن بينا وبين القارة بينا وبين إسبانيا 17 كيلومتر. ايوا تمشي غير للدول الاوروبيه هو اللي تاخذ من عندهم الاكسجين، هما اللي غادي يكون بعدا عندهم واحد شنو نقول لك مميزات، واش فهمتي ولا لا؟ وكي كيتعاملوا مزيان، واش فهمتي ولا لا؟ وحتى هاد الكارو مانعينو في الاماكن العموميه، وعندهم مثلا سيارات جديده، واش فهمتي ولا لا؟ ما كديرش ديك لا بوليسيون ديك الشيء. لما نسلفوا كذبش عليك، نسلفوا لافريقيا هما نعطيهم الهواء رخيص رخيص، هما نعطيهم ديال الله داك الشيء. واستافدوا بيه حنا اللي في البلاد بعدا. بلاد ما حنا اللي كان عندنا خاصيات، ما غنمشي نتسلفوا. من عند الدول اللي كتصدروا؟ لا؟ بالنسبة للأكسجين هذا. بالنسبة للأكسجين، ولكن الأكسجين راه زعما كاين في الفضاء هذاك، هادشي اللي كنعرف. قال لك بلي كيهربوه مؤخرا، كيهربوه من الماء. ما يمكنش، ما سمعتش. وهذه المسألة هذه ما تدخلش للدماغ. خاصنا نحاربوا هاد المجرمين اللي قاعد كيديروا هادشي. هكذا أعزائي المشاهدين كانت هذه آراء المواطنين، بحيث حاولنا نطرحوا عليهم السؤال ونبسطوا معهم شوية حول ظاهرة تهريب الأكسجين إلى الخارج، وكانت هذه آراء ديالهم، منها اللي كيشوف أنا خصنا نحافظوا على الأكسجين، ومنهم اللي تيلوم المسؤولين حول هذه الظاهرة. دونك نتلاقاو بكم غدا في حلقة جديدة موضوع جديد، من هنا لتما كنقول لكم الله يعاونكم. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سوغ يوتيوب، وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. وإلا بغيتوا تشوفوا شاشة شوف تي في، أن سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس إلا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على آرائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as trois mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non, non, quatre mecs, ils étaient quatre. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Méditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech.
Le cinéma à deux, c'est mieux.